الستات والبنات طول الوقت بيهتموا قوي بمجال الميك اب والتجميل والمكياج وازاي وشنا يبقى حلو ودايما نضر وشكله جميل. حديثا بقى طلع مصطلحات كتيرة وجديدة في المكياج أو في تجميل الوش عموما، زي مثلا المكياج الدائم، مايكرو بليدنج، مايكرو شيدنج، حاجات كتير طلعت واحنا بنبقى محتارين نعملها ولا ما نعملهاش، هتنفع معانا ولا مش هتنفع، هتحلينا ولا هتوحشنا، خاصة انها حاجات هي ملهاش علاقة قوي بالتجميل أو بعمليات التجميل، انما حاجات لو عملناها ممكن تقعد في وشنا فترة طويلة. هنعرف كل التفاصيل وايه اللي نقدر نعمله وايه اللي ما نقدرش نعمله وايه اللي هيزيد من جمالنا اكتر من ضيفتنا اللي منورانا، فولات عطله خبيره التجميل. اهلا وسهلا بيك يا فولات، منوراني. سعيد. فولات، عايزه اعرف منك في الاول الميك اب الثابت هل كويس ولا مش كويس، وهل ممكن يداري لو عملت ميك اب ثابت في وشي ده ممكن يداري العيوب اللي في وشي؟ بصي، هو حلو بيداري مثلا لو حد حاجبه مثلا في حته كده، مثلا هو صغير وقع عليها ما عادش بيطلع شعر مثلا، طبعا هيفيد. حد مثلا عنده حرق مثلا في شفتها او حاجه ممكن نملها لون بتظبط، او غمقان مثلا او طبعا كده. اكيد هو بيعدل. ده اللي هو اللي بيتعمل في الشفايف طب ايه الفرق بقى بين المايكرو بليدنج والمايكرو شيدنج؟ ومين تعمل ايه؟ اوكي، المايكرو بليدنج هو بتشغل بشكل الشعره شعره، بترسم بشكل الشعره شعره. المايكرو شيدنج هو بيملى الفراغات اكنك حتى باودر. هما الاثنين حلوين. اللي شعره حواجبها تقيل، في فراغات بسيطه مثلا ممكن نملاها بشكل الشعر. في حالات بنضطر اننا نعمل المايكرو شيدنج والمايكرو بليدنج مع بعض، لان بيبقى الشعر خفيف قوي وعايزين نملى المايكرو بليدنج، ما بيكفيش لوحده عشان شعرها هيبقى شكله باين قوي، ان هيبقى يعني ايوه هيبقى في فراغات كتير. فبنستخدم الاثنين تكنيك مع بعض فبيطلع حلو. في ناس برضو كمان بتحب تعمل الاي لاينر البيرمننت اللي هو اللي بيتعمل برضو يقعد حبه حلوين 6 شهور او يمكن اكتر. في ناس بتقلق وبتخاف، قولي لي لو في اي خطوره في فكره ان انا اعمل اي لاينر قاعد فتره طويله، شادو في الخدود يقعد فتره طويله، ولو مش خطر اعمله امتى؟ برضو امتى اكون محتاجه ان انا اعمل حاجه ثابته زي دي؟ بصي، الاي لاينر هو حلو بس ايه، ما يتعملش اي لاينر صريح، يعني انا ما بحبش الاي لاينر مع الوينج، عارفه يعني يبقى كاني كاس مع لا انا بحب الاي لاينر اللي هو اللاش لاينر اللي هو بين الرموش، فبينور العين وبيديها شكل حلو. ده اوكي لو مع الوقت ما حبيتش تعمل تاني، هو هيخف واحده واحده، مش هتضطر انه مثلا اللون يغير، لانه اكيد ده انك يعني مع الوقت طبيعي هيغير اللون. فلا، هو لطيف بيبقى وحلو وبيقعد فترة حلوة وبيغير. جميل. طيب احنا معانا طب اشرحي لي كده هنا ايه الفرق بين العين دي والعين دي؟ بصي، دي قبل ما تتعمل اللي فوق. ده الاي لاينر. ده اللاش لاينر اللي انا بقول لك عليه. اللي تحت دي لما اتعملت، بصي نورت ازاي وشكلها حلو. دي مع الوقت لما يخف اللون كده ويبتدي يروح، الست مش هتبقى متضايقه منها. لا، ومدي تقل للرموش، مخلي الرموش كانها كانها زودت او حطت ماسكر او كده. بس هي ما عملتش حاجه غير انها حطت اللاش لاينر، الخط البسيط قوي ده. صح، وبيقعد حلو. حلو قوي. وده هنا برضو متهيالي لاش لاينر. لا، دي ده المايكرو بليدنج. المايكرو بليدنج. المايكرو بليدنج ده اللي هو شعره صح. اشرحي لي اكتر ده زي ما قلتي كده. طب في وشوش بيليق عليها حاجات ووشوش بيليق عليها حاجات تانية؟ ايوه، مثلا بصي دي رسمه حاجبها هي ما فيهاش شيب. احنا عملنا شيب ورسمنا شعر شكله كتير ناتشورال وحلو. غير شكل العين. مش محتاجه بقى كل شويه تقعد ترسم وتظبط الرسمه. أيوة. وكده خلاص هي. أيوة. كده الموضوع بقى ثابت معاها. ايوه. دي برضو لاش لاينر. لاش لاينر. دي احيه العين من الاول وجديد، لانه هنا الرمش فوق لو شايفه اخف حتى من اول صوره شفناها. بالظبط. هو بيعطي ريفليه يعني، عرفت، بيدي كده نضاره للعين. النظره نفسها بتبقى حلوه. طب هي مش مؤلمه؟ لانه برضو اي حاجه في العين بتتعمل الناس تخاف قوي، يقول لك ده في عيني. لا 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 لا، ما اعملش حاجه جنب عيني، يعني ممكن الحواجب نتغاضى عنها شويه، انما على جفن عيني الواحد بيبقى مرعوب. بصي، اصلا الالم قدرات يعني. في ناس بتتوجع، ناس ما بتتوجعش. احنا بنحط
يعني بنجمع موضعي. موضعي ايوه فلا هو يعني مقبول مقبول كتير. محتمل. أيوة الى حد ما محتمل. ايوه هنا ان دي بقى مراحل تغيير شكل الحاجه. أيوة تماما. ايوه الشيب بتاع الحواجب. طب اشرحي لي يا بولا بتعملوا ايه، لان انا شايفه رسمه بالقلم اهي في النص. ايوه بصي كمان برضو عشان ما فيش شيب للحاجب ده فرسمنا احنا هنعمل ايه ونبتدي منين والشيب هيبقى عامل ازاي ومليناه بشكل الشعر بالمايكرو بليدنج. واضح ان البنت بلوند، في ناس بتعمل المايكرو بليدنج بيبقى اغمق من شعرها وبيبقى غامق قوي او بيبقى صريح قوي قوي. انت بتفضلي ده ولا بتفضلي ناتشرال ان هو مع يبقى مناسب او ماتشنج مع شعرها وماتشنج مع لون بشرتها؟ انا دايما بعتمد طريقه انه بعمل على نفس لون الشعره. يعني ممكن العب بانه اغمق درجه افتح درجه بس مش اكتر لانه تضلوا متناسبين مع بعض لانه بيكون كتير الشكل مش حلو. طب ده بيتسبخ. طيب يعني مثلا هي عملت المايكرو بليدنج من اللون ده. أيوة. وغيرت لون شعرها الاصلي اللي كانت جايالك بيه وقررت انها تغير لون شعرها خالص، عملته اسود مثلا او عملته بلوند قوي قوي وعايزه تتماشى معاه، بيغير بنغير لون ولا بنعرفش؟ مش قصه نغير لون، هي لو يعني هتغيره هتغمقه مش هتعرف تفتحه تاني. لو فاتح هنعرف نغمقه وغامق مش هنعرف نفتحه. فهي بقى هتلعب بالمسكرة، هتحط مسكرة على الشعر اللي بتاعها وهتغمقه شوية. ومحدش بيحب يعمل أصلا حواجب سودة بكل الحالات يعني. حتى لو الشعر أسود محدش حواجب سودة سودة. أكيد بتبقى بني غامق مثلا. ايوه بالظبط. دي شكلها جميل جدا وتعمل معاه تغيير بسيط بس خلى شكل الحواجب مرتب. عايزه اعرف لسه الحواجب العريضه هي الموضه ولا الحواجب الرفيعه دي تمام ماشيه معانا بسيطه؟ هلا يعني كل حدا اللي بيليق عليه. يعني مثلا اللي وجهه بيليق عليه الرفيع بيتعمل، العريض بيتعمل. ما عادتش زي الاول لا عايزين عريض عايزين عريض، لا صار هلا كل واحد اللي بيلبق له. الصوره اللي على الهوا دي بقى انا شايفه ان انت عملتي تصليح. ايوه دي عامله تاتو قديم فطبعا مع الوقت ده تاتو بتاع 2010 و2008 وكده او قبل برضه وقبل مش كده. الالوانات قبل سابقا كان فيها ماده الرصاص فماده الرصاص كان اللون بيقلب كده يعني كان صعب وبتشغل على طبقات غميقه بالجلد فاللون بيبقى كتير متمكن من الجلد. انا دايما بحس ان هو عامل زي لون الفلوماستر، الالوان اللي الولاد بيرسموا بيها حقيقي. وفي ستات ما بتحب تروح تعمل تاتو ريموفر مثلا بالليزر او باي ماتيريال كانت، وبكل الحالات هن شوي مأذيين للجلد. كل شيء ريموفر بيبقى شوي قاسي على الجلد اكيد. ففي تكنيك دلوقتي بنعملها اللي هي كلر كوركشن اللي بنحول اللون الرمادي ده يبقى بني ونشتغل عليه. عظيم شكل لانه هيدا اللون مهما نشتغل عليه لما يقشر اللون بيرجع بيعطيني نفس النتيجه. بيرجع ما بيتغير ابدا. اللي هو البني ولا الجراي؟ الجراي. يعني الجراي ده معانا بس بنحاول على قد ما نقدر نحسنه. يعني لو عملت عليه دغري الشغل تبع المايكرو بليدنج او المايكرو شيدنج وات ايفر لما يقشر بيرجع بيعطيني اللون القديم اللي هو الجراي. لازم كلر كوركشن. بنصلح اللون بالاول وبعدين بنشتغل عليه. عشان مهما حصل هيرجع تاني، فلازم كلر كوركشن او تصحيح الالوان. تصحيح زي ما بتقول بولات. طب ايه رايك في الناس اللي بتعمل بقى ازاله التاتو بليزر، وايه النصايح اللي توجهيها لهم يعملوا ايه قبل ما يروحوا يعملوا السيشنز دي وبعدها كمان، زي يحافظوا على بشرتهم ما يتحرقوش وما يتساب لهمش تشوهات او كده؟ ليكي هي التاتو ريموفر بكل انواع، اذا كانت بليكويد اذا كانت ليزر ريموفر كلها مؤذيه للبشره. طبعا ما بنصح بولا واحده منها ابدا. هلا انا مضطره هتعمل ايه؟ كلر كوركشن. هيدا اللي انا بنصح فيه. بيظبط لي اللون، بس اذا في عندي زوايد مثلا الحجب كثير عريض انا بدي اظبط شيب ممكن الاشياء البسيطه اعملها التاتو ريموفر. انما كل الحاجب ما بنصح لانه الجلد بيتاذى، بترفع البشره، بيبطل يستوعب لون. يعني لما تجي بدك تعمل عليها من اول وجديد ما بتستوعب بقى لانه المسام بتتاذى. يعني هي اتحرقت واتقفلت خلاص، قفلت تماما، لمت على بعضها قوي كده. ايه وبعدين بتعمل سكار يعني. هيدي مشكله تانية
في تشوهات في كذا، حتى عند كذا زبونة تشوهوا بسبب الليزر تاتو ريموفر، بقى عندهم مثل حجبهم بقى متعرض، بقى فيه سكار، عملوا فيه فيلر. انه مطرح حتى الواحد لما بيتلسع ولا حاجه شويه بتلاقي الايد كرمشت مطرح اللسعه، فهو التاتو ريموفل متهيألي الليزر كمان بالذات بيبقى زي كده، بيبقى حاجه حارقه عم يحرق. يعني تخيلي عملوا فيلر بالحواجب ليرجعوا يهندموا شكل الجلد، يفردوا شويه الجلد. أيوة. طيب في حاجه تقدر تعملها ترطب بيها الجلد، حاجات طبيعية أو حتى مستحضرات تجميلية تقدر ترطب بيها الجلد قبل وبعد اضطرارها لأنها تعمل الريموفل بالليزر، التاتو ريموفل بالليزر؟ بصي، هو التاتو ريموفل بالليزر في كريمات بتستخدم بعد، اوكي، في اشياء لازم تستخدمها بعد التاتو ريموفل عشان الالتهابات وكده، يعني هي افضل حاجة الميبو. ميبو هو للسكار وللحرق، هو اللي بيرمم للجلد على الارجح، يعني هيدا احسن شيء. ده رائع فعلا. ايوه لسعه على طول، هيدا احسن شيء يعني، بس لانه بزيت السمسم حتى بيشيل السكار، يعني بيخفف من السكار. طيب عملت ساتو وكنت مقتنعه وروحت البيت لقيته تقل وشكله غريب واللون هيبقى غريب، وقعدت اعيط واكتئبت وما عجبنيش شكلي، استنيت كام يوم لا واستنيت كام يوم، بس خدي بالك احنا يعني برضو كمان المايكرو بليدنج ممكن نقعد اسبوع او اسبوعين، اسبوع لحد ما اللون يتقل سوري يثبت ويخف يبدا يبقى طبيعي، وبعدين الاسبوع الثاني اقدر اقيم انا عندي حاجات فاضيه ثانيه ولا لا. عديت المده دي كلها وما عجبنيش شكلي، اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ لكن هو دايما في سيشن تانية للمايكرو بليدنج هي التاتش اب تبعه. بتجي بتقولي مثلا انا هيدا يلي زعجني فيه مثلا، اكيد انت مش كله مزعوجه منه، في مثلا نقط معينه انت متضايقه منها بنقدر نصلحها. يعني سهل تصليح المايكرو بليدنج لو مثلا في شعرايه هنا زياده، هنا واحده زياده انا عايزه اشيلها، فبتتشال. لانه نحن بنشتغل على سطح الجلد، على اول طبقه من الجلد، فهو كثير سهل نتعامل معه. هو منه تاتو، هيدا الميزه تبعه يعني. طيب طلع فتره كده للحاجب المفتوح او الحاجب اللي من هنا شاينيز جاي بيوسع العين شويه، لسه الكلام ده موجود ولا خلاص انتهى؟ او الموضه دي راجعه تاني مع موضه الجينز والحاجات اللي راجعه تاني معانا من 2008 و7 وكده، ولا مش راجعه تاني؟ ليكي في ناس بتطلب بعدها لهلا يعني، بس قليل. لانه كل اللي عملوه يعني ما حبوه، يعني بالاول شوي كانوا مبهورين فيه، بعدين زهقوا. لانه بالنهايه ما في حاجب طبيعي هيك شكله، اكيد حاجب لازم يبقى انسيابك هيك شكله فمنن. وهلا الستات كلها بقت عم بتروح للاشياء الهاديه والناعمه، ما بقى عم بيحبوا كثير الاوفر. جميل، لانه انا عايزه كنت لسه هسالك حالا، لو حد جالك وعنده في دماغه حاجه ترندي قوي بتنصحيه انه يكمل فيها، ولا بتقولي له لا خليك في الطبيعي او خليكي في الطبيعي احسن، عشان لما تتغير الترند او لما تتغير الموضه ما تندميش ما تزعليش ما تضطريش تيجي تشيلي؟ ليك على حسب. هلا انا اذا لقيت انه مثلا الشيء اللي هي طالبته بيلبق لها بيليق عليها اوكي مش مشكله، اذا لا حسيت انه ما بيلبق لها بجرب اني اقنعها، او مثلا بقول لها اوكي انا رح اعمل لك بس بالرتوش عندي امكانيه اغير لك. بالجلسه الثانيه اغلبهم بيرجعوا بيغيروا.